بعد تتويج الزمالك وبعد الفرحه الكبيره اللي يعني عاشها جمهور الزمالك بالامس ولاعبيه، محمود حمدي الونشي كان ليه تصريح لطيف جدا. تعالوا نسمعه ونعرف محمود حمدي الونشي ازاي شايف دور جمهور الزمالك في تحقيق لقب الدوري. عشان ما اكدبش عليك، طبعا ناس كتير كانت فاقده الامل في فرقه نادي الزمالك، وخصوصا ان احنا كنا ماشيين بنتائج سيئه في افريقيا وفي الدوري برضو، بس الحمد لله ربنا كرمنا وربنا كرمنا وجي جهاز فني على اعلى مستوى، والمستشار مرتضى لما رجع برضو قدر يرجع الثقه للعيبه تاني، والحمد لله قدر ربنا يكرمنا في الملعب، واللعيبه كانت رجاله، والحمد لله ما كانش تفكيرنا في اي حاجه غير ان احنا نسعد الجمهور اللي كان بيجي ورانا دايما في المدرجات في كل الاستاد، سواء في كل المحافظات. فالحمد لله زي ما قلت لحضرتك في الاول، اللي هي البطوله دي احنا بنسميها بطوله الجماهير، لان هم فعلا تعبوا معانا وكانوا دايما داعمين لينا في الاوقات الصعبه قبل الاوقات الحلوه. فالحمد لله ربنا كرمنا وكرم اللعيبه الرجاله ان احنا قدرنا في المواقف الصعبه دي ان احنا قدرنا نديهم البطوله دي الحمد لله. ده الكلام اللي قاله محمود حمدي لونش عن دور الجماهير الزملكاويه في تتويج الزمالك باللقب. تعالوا نروح كمان لاحمد السيد زيزو اللي برده كان ليه تصريح مهم جدا بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري. تعالوا نشوف زيزو قال ايه. قدرنا نحقق البطوله الثانيه على التوالي الدوري، قدرنا نحافظ عليه ودي حاجه ما حصلتش بقى لها فتره طويله في نادي الزمالك. الحمد لله مرينا بظروف صعبه جدا وعملنا اعجاز كبير السنه دي، ان احنا قدرنا ناخد الدوري في كل الظروف اللي حصلت دي، من 3-4 مجالس ورا بعض، المجلس منتخب لسه في شهر 2 اللي فات، لمشاكل ماديه، لاستقرار شويه، الحمد لله. يعني بشكر الجمهور وبشكر اللعيبه ومجلس الاداره اللي وفروا لنا كل حاجه وكل الدعم، والحمد لله. طبعا شرف لاي لعيب ان هو يبقى لابس تيشيرت نادي الزمالك، وانا الحمد لله كان عندي فرصه ان انا البس تيشيرت نادي الزمالك، فلازم احافظ على النعمه دي. لازم نكمل السنه الجايه ان شاء الله. لسه مش عارف. قال كلام مهم جدا زيزو، يعني قال ان هو سعيد جدا بالتواجد في الزمالك، لكن الحقيقه يعني قال كلمه برضه كده يمكن غريبه شويه، قال لما سالوه عن استمراره مع الزمالك قال لسه مش عارف، لكن طبعا جماهير الزمالك تتمنى ان زيزو يستمر معاهم في المواسم القادمه لواحد من ابرز نجوم الفريق في الموسم الحالي. تعالوا كمان نروح لتصريح مهم جدا محمد عبد المنصف نجم فريق الاتحاد السكندري اللي شارك مباراه الامس كاساسي كحارس لمرمى الاتحاد السكندري. تم تكريمه عقب نهايه المباراه من جماهير الزمالك بحكم طبعا انه لعب في نادي الزمالك فتره كبيره جدا وكان واحد من ابناء نادي الزمالك، لكن تعالوا نشوف عبد المنصف لما فسر اللي حصل من جمهور الزمالك قال ايه. الصوره هي نهايه مسيرتي، انا بقول لك من خلالك ان خلاص الحمد لله، يمكن ده كان بالنسبه لي اخر مباراه، وكنت يعني في كلام مع الجهاز ان لو ربنا اكرم وعملنا نتيجه ايجابيه واداء كويس يبقى بالنسبه لي اطمنت على مكانه الفريق، وفي نفس الوقت يبقى ما فيش احسن من ماتش زي ده، ان انت النادي اللي انت بتنهي فيه خلاص هو نادي الاتحاد السكندري، والنادي اللي حققت فيه بطولات وتاريخ وبيتك الكبير نادي الزمالك 11 سنه 13 بطوله، فمش هيبقى فيه عظمه اكتر من كده وكرم من ربنا ان انت تنهيه، وان هو نادي الزمالك بيحتفل ببطوله الدوري وانت كمان بتنهي مسيرتك في الجمهور اللي الواحد عاش وسطيه واحتفل معاه وخد بطولات، فكان ده ختام حلو. فده كان خطوه من شيكابالا بصراحه، وكان اوباما ان هم يعني اغير التيشيرت مع شيكا بعد المباراه، وخدني للجماهير ان انا يحيوني ان خلاص ده اخر مباراه ليا ونهايه مسيرتي، واحتفاليه ان انا كمان حققت الرقم 454 مباراه ان شاء الله، وده الحمد لله ان ده بالنسبه لي تتويج يعني على المشوار الطويل ومساعده زي ما قلنا كل رؤساء الانديه واللعيبه والاجهزه الفنيه، لان من غيرهم بصراحه ما كنتش هقدر احقق اي حاجه خالص، فهم الشريك الاساسي يا كابتن هاني في مشواري، فانا كنت اهم حاجه ان انا اطمن على نادي الاتحاد والفريق ان يبقى في مكانه كويسه، وفي نفس الوقت ان مش هلاقي احسن من مباراه زي ديت ان انا انهي فيها مسيرتي، وفي الاخر خلاص انت البيت الكبير كده كده هترجع له، انت مثلت انديه وتشرفت بيها وحققت معاها حاجات كويسه وكنت مخلص ليها في كل التوقيتات، ولكن في الاخر انت لابد ان انت ترجع بيتك الكبير وبيتك اللي انت حققت فيه تاريخ وعمل لك مجد وعمل لك اسم وبتحبه وتنتمي ليه هو نادي الزمالك، فيمكن الحمد لله انا شايف ان ده كرم من ربنا.
الحقيقه تصريحات مهمه جدا من محمد عبد المنصف بعد نهايه المباراه. يمكن كان سئل عن اللقطه دي، يعني الناس انقسمت ما بين جمهور اتحاد اسكندريه اللي شايف عبد المنصف ايه اللي يوديه لجمهور الزمالك، هو جمهور الزمالك شايف ان ده افضل تكريم لواحد من ابناء النادي، والحقيقه ان الراجل قال ان ده اخر مباراه ليا وما لقيتش تكريم افضل من كده، وان دي كانت فكره يعني اوباما مع شيكابالا، فقال ان هو كان سعيد جدا بالتكريم ده. لكن ايا ما يكون، محمد عبد المنصف واحد من الحراس العظماء في كرة القدم المصرية ومن أبرز الحراس في السنوات الأخيرة، كل التوفيق ليه طبعا في الفترة القادمة.